المخرج أن الإنسان ترجع، الناس ترجع إلى طبيعتها، إلى فطرتها، وهو التعقل وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، والنظر إلى المصالح العامة للبلد. مع الأسف الشديد الذي نراه مع احترام للجميع هو الحرص على المصالح الشخصية، وأيضا النعرات الإقليمية وعلى النعرات القبيلية نفس الذي يتحدث عن حضرتك فيما سبق نفسه. مع الأسف الشديد يعني قامت محاولات كثيرة من أهل العقل وأهل الحكمة، وسعوا وسافروا إلى البلاد ليصالحوا بين المتخاصمين، وأيضا خصام في أمور تافهة جدا عمر. ومع الأسف الشديد نرى العناق والمصالحة، ويأكلوا البزيل والقصي، وبعد ذلك تبقى يعني تبقى حزازات القلوب كما هي، كما قال الشاعر. مع الأسف الشديد إلى متى نبقى بهذا؟ بلد تحت استطاعة، الاقتصاد منهار، كل شيء انهار، ليست هناك دولة وليست هناك حكومة وليست هناك جيش ولا هناك كيان. إلى متى نبقى بهذا حقيقة؟ يعني البلاد غنية وأهلها فقراء، النازحون أصبحوا يعدون بمئات الآلاف. إلى متى نبقى في هذه الربكة وهذه الفوضى وهذه؟ ولهذا أحيانا أقرر ألا أفتح إذاعة حتى لا أزيد تألما، وأنا حساس يعني، وهذه بلادنا حقيقة وأهلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا، يعني تضيع أمامنا هكذا من. فعلا تعلم الإنسان هذا الله الجميع إن شاء الله. أسأل الله العظيم ربنا.